احنا اليوم في المروش، احكي لنا الاجواء، فما اقبال ولا لا؟ فما اقبال وسوق مزال، معناها كي هذا مازال ما عندوش برشا، معناها في شهر رمضان، فهمتني؟ يتحل اول رمضان يتحل. احنا تو قاعدين نخدموا باش نعرفوا بالسوق، فهمتني؟ هو نورمال من المنتج للمستهلك، احنا قاعدين نخدموا والله صدقني نزيدوا من عندنا، علاش باش نعرفوا بالكليونات؟ احنا خدمنا في شارع النصر، اللي خدمنا كانت جمله، معناها فيهاش حتى شعب، ما فيهاش حتى كذا، خدمنا وضحينا فيها اكثر من 20 سنه خدمنا. غادي جات البلديه بما انه معناها انتصاب فوضى وكذا، خدمنا زاد لهنا، خدمنا في المرشي، فهمتني؟ مازال كي خدمنا معناها في شهر رمضان وحال قاعدين نخدموا تو من المنتج المستهلك، وقل نعرفوا بالعباد، نعرفوا معناها باش يولي السوق يخدم، يولي الاقبال بالكدا، وسوق ما شاء الله ترى فيه معناها سوق نظيف يخدم بالكدا بالكدا ما شاء الله، فهمتني؟ والحوت والاسواق ترى فيها معناها على قدام. انواع الحوت المتوفره؟ انواع الحوت متوفره، هو نورمال نو تو معناها اللي مات هذوما كله نو، فهمت؟ قاعدين نخدموا نحن صدقني نزيدوا من عندنا، فهمتني؟ نشرب 5000 نبيعوا ب 4000 باش نعرفوا بالسوق، خاطر مازال جديد هو. وما شاء الله العباد الاقبال ما شاء الله كتشوف معناها حتى العشيه انت تو جيت نورمال مازال ناقصه شوي، قبل شقال فتره بساعه ساعتين ما شاء الله المرشي تلقاها متبركه، من كل بلاصه يجونا من كل بلاصه، يجوا من حمام لم، يجوا من المدينه الجديده، يجوا خذ الاسوان الاسوان من السوق بلاش فلوس، هذا نورمال يخدم في البرا يخدم 14 عندي انا 9600 كيلو حوت ب 2000 فرنك، هذا زميمره تاع الشربه ب 2000 فرنك نخدموا فيها، فهمتني؟ سردينا نورمال تمشي لبنعروس توا ب 6800، جات المدام خذيت مع عندي خذيت مع عندي 4 كيلو وقالت لي خليتها في بنعروس ب 6800، عندي انا ب 4000 فرنك، وميلة تخدم ب 12 وب 13 دينار ب 4000 اسوي معناها خيالي، من كل بلاصه يجون نورمال السوق مازال ما تعرفش، من كل بلاصه يجوا ونحن على طول ما شاء الله معناها شوفريت 12 دينار اللي هي نورمال تو ب 14600 في كل بلاصه ب 14600 ماخذينها ب 12 نخدموا فيها ب 12 تاكس من عندنا احنا باش نعرفوا بالعباد باش جينا كلاينات، وما شاء الله انا تو برك الله جايب 20 طار مازال و 4 حوت جديده بيان سور جديده اكيد كلاينات، واحنا خادمين حوانت باش جوك مانيش باساجي، قبل كنا باساجي ونخدموا في خدمه باهي، خلي تو حانوت الواحد المحل نتاعو معناها اكيد باش يخدموا خدمه نظيفه وخدمه باهي، وقت راه انت وكل شيء قدامك اختي. لهناك تشوف انا ننظف في الحوت خدمه تنظيف حوت لهناك. ما عادش تشقى المراه ولا ريحه حوت في الدار ولا حتى شيء، هزو حاضر. حاضر حاضر باش تهز، هذا حاضر باش. هي اللي كتبل كل واحد وهمته، واحد يعطيك 2000، واحد يعطيك 5، كل واحد يعطيك عندنا السوق. حويتات تنظف يهون عليهم. ايش عاد جيل تو ماذا بيهم حوت نظيف حاضر باش. ولا بوفر ولا شيء. يعطيك الصحة تروح ديريكت لطنجة. هكا الخيرات الكل موجودة. الخير موجود. بقى المواطن يسأل على الأسوام في المتناول ولا لا؟ الأسوام احنا في المتناول نبيعوا أرخص ما يصير يقولوا احنا نبيعوا. كيفاش؟ أرخص ما يصير يقولوا احنا نبيعوا. أرخص ما يصير نحكي لك. هزوا هذيك تو امس شوف شوفيات هذيك ب 15 ب 14 في الماتش. انا عطيت لها 12600 هيك. فهمت؟ نزل لي حط لي نزل لي هذايا نزل لي هذايا ب 15 ب 18 ب 19 13800 احنا حاطين لي. شفتوا؟ علاش انتم ارخص من الماتش؟ انتم طايحين الاسواق حاطين المنتج مستهلك، انا هذيك ماشي مازال جديد، هذا حبوا يخدموا ماشي حبوا فهمت قاعدين يحبوا يخدموا كيك. ماكش خاسر كوميم. لا 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 صافا لاباس. حول اللي بقى نزيدو نجيبو شويه منا وشويه منا نقولو موت نزيدو مو باهيه. يعني وقت اللي تتوفر الاراده باش تنقص الاسوام والمواطن ياكل شويه موجوده. هي موجوده اما لكن ما يقولوا غالي. احنا صدقني بالرسم الحوت حاطين سي ب 13000 على 13800 هي اللي بالتاكس نتاعو بالتاكس نتاعو فهمتني غير 13600 200 فرنك في الكيلو حاط. اي طمنا توا نو ولا تياب موجود معناها؟ لا تو تياب. موجود. الجمعه هذه تياب فهمت الايام الاخرى كانت نو طبيعه النو. علاش موجود الانواع الكل نتاع الحوت؟ كل موجود. الحوت نتاع الزويلي وينو؟ اه حوت الزويلي 4800 تفضل. سردينا المنصور والسبارس والمجين 4800. فهمتي؟ الاسعار هذه باش تتواصل على امتداد شهر رمضان؟ لا لا موجود حوالين سالك دار تياب موجوده اما السوق السوق ما تحكمش عليه ثم تضرب نو يطلع السوق يتيح النو فهمت يا طابت الشوارع. وصل من غادي يسمينا الانواع والسوق. سادير 4800 سور 4800 سباس 4800 مزير 4800 سوفليت 12600 طن 11800 لانجوستير 34800 قرنيت 23800 سوبيا 21600 قرنيت 26800 عن الورقه 19800 قارو 21900 21600 سوبيا 23800 فهمتني؟
لك باش تعرف السوم رخيص ولا غالي نتاع الحوت انطلاقا من السردينه، من سوم السردينه. معناها تسمى رخيص هذيك الجمعه التالي 120 دينار تقدر ما تسيقولوا. 120 معناها اليوم تسمى مناسبه بها اليوم 75000 في مصر. اهم حاجه الاقبال بالنسبه للمواطن موجود ولا لا؟ موجود الاقبال شويه شويه، مش السوق مازال مش معروف، مازال كذا شويه شويه. انا قاعدين نخدموا براس المال فهمت، بس كذا معناها بس السوق ينتجوا العباد تعرف السوق تعرف السوق فهمتها. صدقني احنا كيما ناخذ بالقدوم غادي كنحطوا البلاكه بطبيعتها. انت لا تعرف مشوار لا تبع. قل لي ساعه شنو رايك في نوعيه الحوت الموجوده وفي الاسوام؟ لا الحق بصلي على النبي، الاسوام باهيه مساعده سواء العالي ولا الواطي، فما حتى مشكل الحمد لله. فما ما فماش، فما الانسان يقدر باش يشري، فما ما يقدرش ما يشريش الغالي فيه وعليها. يعني تقصد مقدور عليه الاسوام؟ لا الاسوام مقدور، فما هاي فما الاسوام باهيه. كي ترى انه سردينه 4800 نقبلها، خاطر ساعات توصل 6000 ما تقدرش تشريها. السردينه تنجم تقبل. صدقني هذه اللوف ما يقولوا ب 20 دينار، ب 20 21 دينار. هذه اللوف ما يقولوا اللي قال لي احنا عطينا لك بلاكه 16800 فهمتني. دور انت زي ما سنتر تلقى السوم هذه موجوده لهنا. مشوا للمكازان هذه هو يبيع فيها 4800، المكازان 5800 واشتراها قديمه. ادخل المكازان برا، ادخل كارفور وشوف، شوف الحوت سيرو، شوف لهنا السوم، شوف غاد السوم يضرب في الدوبل ويضرب في الربع. شو رايك في الجوده الموجوده؟ خويا قول له الحد سوم معقول بارابور للزوالي، سوم معقول. نرجع لك انا عايش سوم معقول، تتقبل كلها الاسوم كلها مقبوله. خذ كيما تحب، تدخل الكروس لحاجتك تاخذ شويه، خذ هكا وجهتك قوه شهريتك هذاك قدام دول اللي قدامك. وظيفه حكوميه 36 سنه وست اشهر، مليون و23 شهريه يعطي فيها الحاكم روتريت. رد بالك ريت ريت قداش حقنا مهضوم. 36 سنه وست اشهر نخدم في الحاكم، في الاخر نخرج روتريت ناخذ مليون و23 بالزياده الاخرى، ما كنتش نحطها في يدي المليون. شوف بلاصه اخرى قداش يصور 36 سنه، حرضت عليا وخرجني. كي تدخل مثلا المرشي كيما هكا تاخذ لحاجة هكا وناخذ هكا وزوال ناخذ شوية 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 سوم معقولة صاحبي. مانيش تحب هو شوف وقتاش قايم والشاري وش تمرمد وش دار واحد كل شيء باش يخلط هو سلعته لهنا اللي كنت وتلقاه ربحوا في حاجات مش كل ربح فيهم. كذب عليك، حاجات ربح فيهم حاجات قد قد زاد. ادخل مرشي الحوت وشوف، خي انا ولده ادخل مرشي الحوت ماشي، تلقاه رابح في هذيك خاسر في هذيك، لا بلا ما يربحش في كل سبيل المحل. اسواق البرة والله خويا هما خير هنا، تو حسرهم لهنا وما كانوا البرة ما كانوا في المروج ثلاثة، حسرهم لهنا السومي لي بون معقول. احنا اليوم في سوق المروج، سوق جديد، سوق البلدي جديد. بلدي جديد، وين كنت تنصب ساعة انت؟ من شارع النصر. البرة شارع النصر، كنا نصب فوضوي، اعطونا السوق هذا فهمتني وركحناه وعملنا الاحوانت واعطونا فهمتني ولا باش نخدموا فيه لهنا. في السوق هذا صراحة توا ما خير البرا في الشارع ولا هوني؟ لا نظافة هنا خير بطبيعة، مدام حانوت وماء وضو والدنيا كل شيء نظيف لهنا، مش كيما البرا فهمتني حوت منه للهواء للشمس حتى ما يساعدش. لهنا كل شيء بنظافة. أموركم قانونية أموركم لا أمورنا قانونية وأمورنا مريقلة بالضبط. ولا؟ لا مازال مازال قدر اول الشهر قرارات مازال مش مشكل. طيب قولي شنو انواع الحوت اللي موجوده عندنا؟ ميلا صفاقسيه، عندنا بومسيك هذا، هذا هاي تفضل بومسك هذا. قداش بومسك هذا؟ هذا 25000، هو في السوق في مرشي يقولوا يخدم 25 و 24 فهمنا. عندنا الشفريت هذه 10000 برك، شفريت روزي 10000، عندنا قاروس هذا 20000 مربى، وعندنا الورقه هذه المربيه زاد 19000، وعندنا تريلي حمر 16800. طيب من الغادي ش عندنا؟ هذا الطن، الطن الكيلو 9800 هذا. ولا السوبيا 22000 هذه في السوق تخدم ب 22000 هذيك في مارشي جروب. اهم حاجه يركز معها المواطن هي الكاليتي، موجوده ولا يعني الجوده كنترولي جاكم به ولا كي كبر؟ لا جاونا به 22. والمواطن يحب حاجه فريشكه، حاجه سمحه جديده. نقول كله فريشك، حوت فريشك. احنا بدينا لهنا نجيبوا حاجه به باش حتى الكليون كي ياخذ يرجع، مش مثال سوق اول مره يتحل كيما كي يجي واحد يتغش معاه باش يرجع لك لهنا. تولي تاخذ حاجه به ونظيفه وسوم مناسب. علاش انا تو نعطيك 100 متر محسوب بسوم المرشي باش الكليون فهمتني يعاود يرجع حتى يمشي بلاصه اخرى. السوم هنا ما يقاسوا جنب. تعرف ثقة المواطن يعني صعيب باش يكسبها، وفي ساعة تطيح راي. يعطيك الصح، قال لك حاضر في ساعة تطيح وفي ساعة ما يكسب وما تفهم شيء.
دونك انت ما عليك كان توفر سلعه باهيه بسوم محلاه. سلعه باهيه وبسوم باهيه فهمتني، وباش ان شاء الله ربي يجيب القسم وتتوفر الكليونات ويخدم السوق.